أولا دعوني أعطيكم بعض النصائح قبل الحديث عن مسألة البيع والشراء. إذا أينما كنت في أي منطقة في العالم، إذا وجدت أحجار زرقاء، سواء كانت هذه الأحجار زرقاء زافير أو غيره أو تنزانيت أو غيره، وتريد أن تعرف أنها أحجار كريمة أم لا، سأعطيك هذه النصائح. أولا، بمجرد كون الحجر أزرق فهذا شيء جيد، حتى لو كان أزرق مائل إلى الأسود، لكن إذا كان أزرق 100% هذا أفضل. إذا كان أزرق سماوي مثل السماء هذا جيد، المهم يكون أزرق. لكن هناك شرط مهم جدا أيها الإخوة، لا بد من توفره ليصبح الحجر هذا الحجر الأزرق حجر كريم، وهو مسألة الشفافية. حاول خلال ضوء النهار أخذ أو خلال ضوء الصناعي يعني ضوء المصباح أو غيره أن تنظر إلى داخل هذا الحجر. فإذا كنت تستطيع أن ترى ما بداخله، هذا يعني أنه نصف شفاف. أما إذا كنت تستطيع أن تنظر ما وراءه، يعني تنظر إلى جهة أخرى من خلال الحجر، كما تنظر إلى شخص آخر من خلال زجاج، حينما يكون هناك باب زجاجي بينك وبين شخص آخر فإنك تشاهده، شاهدته من خلال هذا الجسم الزجاج. إذن أيها الأخوة، نقول أن هذا الزجاج شفاف، كذلك الحجر الكريم لابد أن يكون شفافا. فإذا حصلت على هذا الحجر الكريم، نحن نشتري من عندك، نشتري في المغرب. إذا كنت في المغرب فهذا شيء جيد، أنك تحضر مكتبنا وتدفعوا مع الثمن. أما إذا كنت خارج المغرب فلا بد أن تجد طريقة لإرسال البضاعة للمغرب وبعد ذلك نشتريها معه بعد فحصها والتأكد منها. على كل الأحوال أيها الإخوة، لا بد من مرحلة الفحص قبل الحديث عن التجارة. لكن إذا كنت ممن يؤمنون بخرافات ويتحدثوا عن الملايير وخرافات خزيبيلة، فنحن على الأرجح لن ننفعك ولن تستفيد منا. نحن نشتري أحجار بثمن بسيطة ونبيعها لأصحاب الأحجار الذين ترزقون على الله في البازارات ونجيب أحجار السياح، هذه هي تجارة الأحجار الموجودة. أما غير ذلك فإنه مجرد خزعبلات. فإذا كنت تؤمن بالخزعبلات من الأفضل أن لا تتواصل معنا. أما إذا كنت لديك أحجار وجدتها بكميات كبيرة فعليك أن تتواصل معنا عبر الهاتف أو الواتساب التي تجده في آخر الفيديو، كما أنه لا بد من مسألة أن تكون عندك كمية. في الغالب إذا وجدت حجر زفير أو حجر كريم في منطقة ما، في الغالب فإنك إذا رجعت وبحثت جيدا ستجد أحجار أخرى. لهذا بادئ تتواصل معنا لنفحص هذا الحجر، فإذا كان شيء مطلوبة نحثك على الرجوع والبحث عن أحجار أكثر، والربح يكون في الكمية. يعني إذا وجدت حجر له قيمة، أي قيمة، المهم له قيمة، نقول مثلا 10 دراهم من الجرام، فأنت حينما تبحث عن كمية كبيرة مثلا كيلو جرام فإن تصبح 1000 درهم، فأنت قد تشتغل يوم واحد وتكسب 1000 درهم خير من أن تشتغل وتكسب 50 أو 100 درهم.